اتفضلي يا استاذ. شكرا سياده الرئيس. ليكي طلبات قبل المرافعه يا استاذه؟ بعد اذن سيادتك يا فندم، هو شاهد واحد بس. واحد بس؟ ايوه فندم، وموجود معانا هنا في القاعه، الرائد ايمن صقر، ضابط الواقعه ومحرر البلاغ. الرائد ايمن صقر موجود يا فندم. قول والله العظيم، اقول الحق. والله العظيم اشهد بالحق. ازاي حضرتك؟ انا كويس الحمد لله. ايمن بيه، بعد اذن سعادتك، هو ده محضر الضبط اللي سيادتك حررت عنه الواقعه؟ مظبوط. طب ممكن استاذن من سيادتك ان حضرتك تقرا لنا السطور اللي متعلم عليها؟ المحضر كله عند هيئه المحكمه، مش محتاج قرايه. يعني يا سيدي مش هيجرى حاجه، زياده احتياط. يعني ممكن غلط املائي، جمله مش مقصوده، بتحصل ساعات في زحمه الشغل. مش هيحصل حاجه يعني لو حضرتك قريتها. اتفضل. ماشي. وبعد التحقق من شخصية كل منهما وأثناء حواري مع المتهم زياد جابر الكومي، تسلل إلينا رائحة غريبة من داخل السيارة، وهي رائحة اعتدنا عليها في التدريبات المعملية للعقاقير المخدرة. وعلى ذلك قمنا بتفتيش السيارة حتى عثرنا على كمية الأحراز المضبوطة من الحشيش الأفغاني داخل الطبلون. عظيم يا فندم، في أي خطأ نحوي أو مطبعي في الصيغة دي؟ لا طبعا. وطبعا سيادتك ما كانش عندك اذن نيابه لضبط المتهم او لتفتيش العربيه. دي واقع التلبس يا استاذه، مش محتاجه اذن قبض ولا تفتيش. والا اني واقعه فيهم بقى، وضع مخل في الطريق العام ولا حرز مخدر للتعاطي والاتجار؟ الاثنين طبعا. انا اقدر افهم الواقعه الاولانيه، ولد وبنت في الطريق العام في وضع مش لطيف، لكن الواقعة التانية مخدرات. اسمح لي يعني أنا مش فاهماها. وإيه الغامض في الموضوع حضرتك؟ أنا قلت. أنت قلت إنك شميت ريحة الحشيش قبل ما تفتش. مظبوط. كان في دخان حشيش؟ لا يا أستاذة، ريحة حشيش خام، ودي مش أول مرة أعملها، وأنا متدرب كويس قوي على تتبع الروائح المخدرة. عظيم جدا بصراحة، حضرتك أبهرتني. بس إحنا محتاجين ننبهر زيادة ونأكد ده. مش فاهم، نأكده إزاي؟ يعني بعد إذن سيادتك وبعد إذن سيادة المحكمة طبعاً، لو ممكن حضرتك تاخد لنا لفة في القاعة كده وتقول لنا لو حد هنا معاه حشيش ولا لأ. هدوء لو سمحتوا. بعد إذن سعادة الرئيس، السؤال اللي بتقوله الأستاذة ده سؤال استعراضي، الهدف منه إرباك الشاهد وتوريطه لإفساد الشهادة الأساسية في الواقعة. الاستعراض حصل يا سيادة الرئيس من الشاهد نفسه، وشرحه بمنتهى الغرور في المحضر وتحقيقات النيابة. ولو هو واثق من الشهادة بتاعته وعنده الدليل اللي أثبت عليه حالة التلبس وعمل منه ذريعة لتفتيش العربية، مش هيتوتر ولا هيرتبك، هيتفضل حضرته يستعرض قدراته ويورينا ازاي شم حرز حشيش مغلف ومقفول عليه في طابلوه العربيه. الاعتراض مرفوض يا حازم بيه. اتفضل يا سياده الرائد، نفذ طلب الاستاذه. اتفضل. Thank you.
سيادتك انا واقفه جنبك من الصبح، لو كان معايا حشيش كان زمانك حضرتك شميته. لو سمحتوا، لقيت حاجه يا سياده الرايد؟ مفيش يا فندم. يعني حضرتك متاكد ان محدش هنا معاه حشيش؟ لا مفيش. جواب نهائي؟ لو سمحت يا استاذه بلاش استفزاز، انا متاكد من اجابتي. سيادتك هدي نفسك بالراحه كده بس. شكرا يا سياده الرئيس. اتفضل سعادتك. ايه ده يا استاذه؟ مستندات البراءه. براءه؟ مش ممكن، ده حشيش يا استاذه. بعد إذن سعادة الرئيس، النيابة بتوجه اتهام مباشر لدفاع المتهم بحيازة نبات الحشيش علناً وفي حضرة المحكمة. ده مش حشيش يا ريس. ده حشيش طبعاً يا أستاذة، ريحته واضحة جداً. بالظبط كده حضرتك، ريحته واضحة جداً زي ريحة الحشيش بالظبط، بس مش حشيش. أمال إيه يا أستاذة؟ دي حنة يا فندم. حنة؟ حنة بلدي مخلوطة بمواد كيميائية، ريحتها ريحة الحشيش بالظبط ويمكن أقوى شوية. وده سيادتك تقرير المعمل اللي عمل العينة، مرفق بيه إقرار من نفس المعمل بخلو العينة من أي مواد مخدرة أو مجرمة قانونا. ده صحيح. مادة كيميائية تستخدمها الأجهزة الأمنية لتدريب الكلاب البوليسية في اكتشاف المخدرات. مادة كيميائية ريحتها ريحة الحشيش وبنسبة أقوى منه 20% كمان، غير مغلفة، محطوطة في وسط ورق بينها وبين مناخير سيادة الرائد نص متر، ومع ذلك ما شمهاش، مش ملفوفة في بلاستيك وموجودة في درج تابلوه العربية. فين يا سيادة الرائد حاسة الشم العظيمة اللي أبهرتنا؟ فين الدليل اللي أسست عليه حالة التلبس؟ فين الحجة اللي دمرت بيها مستقبل شاب بريء لمجرد إن هو ابن رجل أعمال مكروه من الداخلية؟ اتفضلوا يا جماعة. أهلا وسهلا، اتفضلوا. مش عايز حاجة يا أستاذة، أنا خلاص بعت وكتبت العقد ومستني على عمدتك. مش معقول، مش ممكن، مش ممكن على جمال البلي. تعالي لما استني بس يا داليا. الجابر بيه، هو أنا عارفة طبعاً إن القضية كبيرة ومكسبها سريع، بس مش لدرجة إن حضرتك تديني فيلا زي دي. أتعابي مش معقول. دي ما تسويش ربع تعابك يا أستاذة. أنت نسيتي عملتي إيه؟ أنت أنقذتي ابني وسمعتي وحياتي كلها. تسوى ايه فيلا زي دي قصاد عبقريتك وفضلك عليا؟